غادة نوره، هنبدأ بالحملة اللي هي عاملاها صحتك بالدنيا والعصير اللي كلنا في البيت نقدر نعمله. بشكرك جدا على الحملة دي، ويلا نبدأ كده. هنبدأ بمشروب المناعة. هو حاجة يعني موجودة في كل البيوت، ما هياش حاجة لا مكلفة ولا صعبة. هنعمل ايه؟ هنحط برتقان عصير متقطع بقشره، مربعات صغيرة. وهروح حاطه ليمون برضو بقشره متقطع. عندنا الليمون الكبير كنبيها، عندنا الليمون البلدي العادي مفيش مشكلة، هنقطعه برضو بقشره مربعات. هحط جنزبيل، انا جايبه 2 جنزبيل عشان يعرفوا ان لو ما عندناش جنزبيل فريش، جنزبيل باودر. اوكي، انا هحط ده الفريش يا غدا. ده الفريش اهو مبشور، هحط الجنزبيل الفريش. وبعدين هروح حاطه كركم، بس قبل ما احط الكركم هحط رشه فلفل اسود بسيطه على الكركم. وليه؟ لسه كنت عايزه اقول لك. عشان الكركم يعني كل الحاجات لايقه مع بعض دلوقتي. اول ما حطينا الفلفل الاسود ما فهمتش. الكركم عشان يمتص في الجسم وناخد كل الفوائد بتاعته، لازم يبقى ده اللي بيساعد على امتصاصه 200 مره ازيد. 200 مره ازيد رشه الفلفل الاسود دي، وهي رشه بسيطه مش هتحسيها خالص في المشروب. وبقلبها اهي معاه، واروح حاطه الكركم. وبعد ما عندناش الجنزبيل فريش هحط معلقه، نص معلقه صغيره جنزبيل باودر. بالظبط كده. وبعدين العسل. العسل طبعا نفضل نبقى جايبين العسل اللي عارفه بقى، اللي هو اللي من مصادر مناحل وحاجات كده موثوق فيها. وهحطه واقلب الخليط بتاعي كله زي ما انت شايفه كده. وبعد كده اول ما يتقلب ويتمزج كويس جدا هروح حطاه في بطرمان محكم زي ده كده، واطلع بقى منه معلقه كبيره زي معلقات الاكل كده في كوبايه، وعليهم شويه ميه دافيه. سيبهم دقيقه كده بس، اقلبهم كده. حابين عسل اكتر صح؟ يعني هتورينا دلوقتي بعد ما نحطه في البطرمان، يعني عايزه اجيب كوبايه اشربك منه أوكي. على ما احنا نشتغل في التانيين نغلي شويه ميه بس. اوكي خلاص، انا كده خلصت. ممكن بقى عايزه اساعدك في ايه؟ خلاص اهو، ما يعني بعرف اساعدها قوي يعني. مالكيش في الطبخ يا ريم ولا ايه؟ انت عارفه انا بحب اكل قوي، بس هو موضوع الطبخ ده سنس يعني بجد. يبقى حد لازم يعني، انا مش عارفه ازاي اكيله وزي ما بعرفش اطبخ. مالكيش في دخول المطبخ ولا ما بتعرفيش تطبخي؟ يعني لما بدخل مره كده بلاقي اختي ومامتي بيطلعوني على طول وبيقولوا لي ما تعمليش كده تاني، بحاول والله. لا انا بقى خليكي تحبي المطبخ. لا هو انا بحب المطبخ بتاعك. لا هخليكي تحبي تخشي المطبخ انت، يعني لان انا بحب قوي لما ادي وصفه اديها سهله ما تكرهكيش. انا نفسي اعمل حلقات هنا بجد عن الناس اللي عامله زي يعني بنات ستات ما بيعرفوش يطبخوا. نفسي بجد اعمل حلقات اللي هي الحاجات البسيطه. ايوه بيحضر لي في الكورسز بنات لسه متجوزه جديد، ببقى فرحانه بيهم جدا. انا انت عارفه بعمل حاجات بسيطه جدا، بس مش عارفه ليه بتطلع غلط، بتطلع طعمها غير ال لا اهو كده. وهنقفله باحكام، بسيبه شويه. المفروض ان احنا بنسيبه مثلا ساعتين ثلاثه عشان يفر الجوس بتاعه. اوكي، ويتحط بعد كده في الثلاجه لمده 3 4 ايام. بعد كده خلاص 3 4 ايام بس احنا يعني ما شربش منه من 3 بعد. لا بعد 3 4 ايام خلاص يبقى يعني صلاحيته خلصت. لان بيمرر القشر يعني جانب. عملته اشرب منه كمان ساعه او ساعتين بالظبط. طب انا هاخد دي ادخلها الاوضه عندي عشان بعد كده اخدها عندي واشرب. بالظبط، ده بقى هتدعي لي مش هزار. أنا بدعي ولو بتحبي حاجه مسكره اكتر حطي معلقه عسل كمان ساعتها. لكن هو ده كده المفروض للي ما بيحبوش السكر جامد. ده سهله قوي خلاص سهل. وهي معلقه على شويه ميه دافيه مش مغليه عشان ما نضيعش مفعول الفيتامين سي بتاع البرتقال والليمون. دافيه وتشربيه. هايل. هو المفروض ان احنا نشرب الايام دي حاجات كتير كلها. ممكن اخده كده. ايوه اتفضلي. وبالف هنا اشكرك. اهو سهل جدا جدا. ده انا اعرف اعمله، برتقان وليمون وكركم وجينجر، وسهل جدا بالظبط.